السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ اليوم بعنوان رئيسي ومهم في هندسة البرمجيات، وهو نماذج هندسة البرمجيات أو نماذج دورة حياة تطوير البرمجيات Software Development Lifecycle Models. توجد نماذج مختلفة لدورة حياة تطوير البرمجيات تم تعريفها وتصميمها والتي يتم اتباعها أثناء عملية تطوير البرمجيات، ويشار إلى هذه النماذج أيضا باسم نماذج تطوير البرمجيات Software Development Process Models. يتبع كل نموذج عملية سلسلة من الخطوات الفريدة من نوعها لضمان النجاح في عملية تطوير البرمجيات. طبعا نقصد بالنجاح هنا قيام البرمجية بالمهام المطلوبة منها بالشكل الصحيح وبجودة عالية وضمن نطاق الوقت والتكاليف المحددة. تعرف عدة أنواع من نماذج دورة حياة تطوير البرمجيات، ومن أهم هذه الأنواع نموذج الشلال Waterfall Model، النموذج التكراري Iterative Model، النموذج الحلزوني Spiral Model، نموذج الشكل B V-Shape Model، نموذج الانفجار الكبير أو العظيم Big Bang Model، النموذج الرشيق Agile Model، نموذج تطوير التطبيقات السريعة، والنماذج الأولية RAD أو Rapid Application Development and Prototyping Models. ولكل نموذج مجالات استخدام ونقاط قوة ونقاط ضعف، وسأقوم في مجموعة الفيديوهات التالية باستعراض هذه النماذج، ومن ثم سأقوم بإجراء مقارنات مختلفة بين هذه النماذج. وما دام بدأنا في الموضوع سأبدأ باستعراض النموذج الأول، نموذج الشلال Waterfall Model، وأيضا يسمى نموذج دورة حياة تطوير البرمجيات الخطي المتسلسل Linear Sequential Life Cycle Model. هذا النموذج نموذج الشلال Waterfall Model هو أقدم نموذج لدورة حياة تطوير البرمجيات تم استخدامه لتطوير البرمجيات، ويشار إليه أيضا كما ذكرنا باسم نموذج دورة حياة تطوير البرمجيات الخطية المتسلسلة، وهو سهل الفهم والاستخدام. في نموذج الشلال يجب إكمال كل مرحلة قبل أن تبدأ المرحلة التالية، ولا يوجد أي تداخل بين المراحل No overlapping in the phases. تعمل نتيجة إحدى المراحل كمدخل للمرحلة التالية بشكل متسلسل، أي في نموذج الشلال لا ننتقل للمرحلة التالية إلا بعد الانتهاء كليا من المرحلة الحالية. يبين هذا الشكل تدفق المراحل المتسلسلة في نموذج الشلال: جمع وتحليل المتطلبات Requirement Gathering and Analysis، بعد ذلك تصميم النظام System Design، التنفيذ Implementation، التكامل والاختبار Integration and Testing، نشر النظام Deployment of System، الصيانة Maintenance. طبعا كما تعرفنا سابقا قد تختلف تفاصيل هذه المراحل من تطبيق إلى آخر. نتيجة كل مرحلة تعمل كمدخل للمرحلة التالية بشكل تسلسلي، أي يجب إكمال مثلا مرحلة جمع وتحليل المتطلبات قبل البدء بمرحلة تصميم النظام، ولا ننتقل إلى مرحلة التنفيذ أو التطبيق إلا بعد الانتهاء من مرحلة تصميم النظام، وهكذا. The outcome of one phase acts as the input for the next phase sequentially. من بعض الاستخدامات الأكثر ملائمة لنموذج الشلال نذكر: إذا كان المشروع قصير، المتطلبات موثقة جيدا وواضحة وثابتة، تعريف المنتج ثابت Product definition is stable، التكنولوجيا مفهومة وليست ديناميكية Technology is understood and is not dynamic، لا توجد متطلبات غامضة، تتوفر موارد وفيرة مع الخبرة المطلوبة لدعم المنتج. مزايا أو حسنات هذا النموذج أصبحت واضحة: يعمل بشكل جيد المشاريع الصغيرة، بسيط وسهل الفهم والاستخدام، مراحل محددة بشكل واضح، سهل الإدارة، سهولة ترتيب المهام، العملية والنتائج موثقة بشكل جيد. ومع ذلك فإن لهذا النموذج أيضا مجموعة من العيوب: يعد نموذج ضعيف في حالة المشاريع الطويلة، لا يتم إنتاج أي برنامج يعمل إلا في وقت متأخر من دورة حياة النموذج، كميات عالية من المخاطر وعدم اليقين، غير مناسب للمشاريع التي تكون متطلباتها معرضة لخطر متوسط إلى مرتفع للتغيير، من الصعب قياس التقدم ضمن المراحل، يتم تنفيذ التكامل على شكل انفجار كبير في النهاية، وهو ما لا يسمح بتحديد أي عقبات أو تحديات تكنولوجية أو تجارية في وقت مبكر. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.